صباح الخير، كيف صحتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي عندي؟ كنتمنى لكم احسن احوالكم يا ربي، امين. كيف دايره مع صحتكم؟ كلشي بخير، كلشي هاني. انا صراحه فرحانه بزاف، يعني ملي كيجي هذا الوقت هذا بالضبط كنفرح بزاف، حيت هذا الوقت هي حتى هذه كيخلقوا فيها ولادي كاملين. كيخلق فيها البنيته، كيخلق فيها الوليد، كيخلق فيها الوليد الاول. المهم وليداتي كلهم كيخلقوا في هذا المومي اجواء، وانا كنكون فرحانه الصراحه، يعني احسن فرحه في حياتي هي هذه، ملي كتولدي وليداتك كتكوني فرحانه بواحد الطريقه اللي ما كتصورش. عندي بنيته وليد خلقوا لي في هذا الشهر هذا، يعني في هذا الشهر هذا ديال شهر 11، وعندي وليد خلق لي في شهر واحد، يعني هذا الجو ديال البرد كامل كنكون مشحونه. ولكن كنقول لك كي كنتفكر الايام اللي جاو فيها وليداتي، واللي شنقولكم فيرامينتي ما نقدرش نوصل لكم، يعني ما نقدرش نوصف لكم شعوري، يعني ملي جاو وليداتي عاد تفاجات عليا في هذه الارض، وعاد يعني ولفت، وعاد بقيت كتعجبني الحياه هنا. المهم البنات دابا لقيتوني كنبريباري الحفل ديال بنتي وديال ولدي ديال عيد ميلاد ولا الكومبليانو، باش ندير لهم واحد الحفيله هكا. مي ربي يزعل علينا هذا الوباء وسامحينا باننا نديرو حفيلات. قررت باش ندير لبنتي وولدي اللي خلقوا في هذا الشهر هذا، يعني بنتي خلقه في شهر هذا الشهر في الاول، وولدي خلق في شهر في التالي ديالو. قلت علاش ما نشرق لهمش عيد ميلاد واحد، يعني ندير في الوسط هكا نحتفل بيه وبيها بجوجهم في دقه واحده، وولدي الاخر ان شاء الله عاوتاني. الحمد لله على كل حال، وانتم معايا. البنات بغيت نشارك معكم مشتريات ديالي لعيد ميلاد ديال بنتي وولدي، يعني ماشي شي حاجه كثيره، يعني هكا شي حاجه بسيطه وصافي. هادشي غير النص، ما مازال خصني نشري حوايج اخرين، يعني من الكيسان الصغار، من الطباسل، من المنادل، الفرشيط، هادشي كامل مازال اللي ما خديتوش. خديتي المهم هادشي اللي لقيت، هادشي اللي لقيت قدامي جدتو، اما اللي ما لقيتوش ما جدتوش. كي كتشوفوا هنا البنات جبت كويسات، دوك كيسان الكبار ونحتاجهم للدري الصغار، نعمر فيهم تشيبس ونعمر فيهم بطاطيني، ديك كويسات الحميمرين،
هذوك غادي نجمع فيهم حلوه ونصيفطهم للروض ديال بنتي ولا لازيلو ديال بنتي ميتشي ديالها. وخديت هاد النفافخ اللي على الشكل هذا كيكون كومبلي فيه يعني هابي بيرثداي فيه نفافخ جميع الالوان. خديتها هكا باش يعني ما بقاش كنفكر من النفافخ اللي ندي ولا جمعت هادو في خطره ديتهم. وهادو خلاص هما وهادوك السنتات اللي غنزوق بهم ميكات ديال اللي عندي فيهم دوك الحلويات هادو اللي نحتاج اللي نحتاج يعني انا البنت ما فكراش شنو غندير يعني مخطاش شنو غنصاوب بالضبط. المهم كنبقى في الكوزينه واللي صوبتها كنحيدها كتبان لي حوايج اخرين. هادو نفافخ اللي كبارين شويه اكثر من هادوك اللي غاديين كنقيطات ما با ما نحتاجهم في المملحات يعني حتى هما خديتهم. اي حاجه كنفكر يعني ممكن اللي نخدم بها كنجيبها. هادو البانكيك هادوك الاخرين حتى هما يعني هكا دوك العويدات حتى هما اللي حتاجيتهم. شريت هادو حتى لقيتهم يعني سينسا ما فيهمش جيلاتين يعني لا ديال ديال الحوت ولا ديال الميال يعني ما فيهش ولا ديال النباتي في جيلاتين نهائيا. وخديت رقم 4 ورقم 7 ودوك الكويسات الحمر ملي خدتكم انا عمار خنيشات يعني هادشي اللي خديت وهادشي اللي شفت قدامي خديته. هنا يعني البنات بديت كنوجد وبديت كنحضر الكويسات اللي انا نحتاج. هادو انا عمر فيهم شريت 20 يعني 10 غندير فيهم بطاطيني و10 غندير فيهم الذره. يعني مثلا حتى الوليدات ما عنديش بزاف الوليدات عندي زعما ما عنديش 20 وليد بزاف. وهادو الذهبي ديال بنيتي يعني زوقتهم داك هادوك الحجيرات ذهبيا هكا لصقتهم زدتهم ديكور. ودير ولدي اللي فدوك فضيين خليتهم سامبل وصافي هكا غطيتهم واحد الشارم واحد الديكور زويون واحد شكل انيق شويه. كناخد هكا السينتا وكنزوق بهم وانتم مع الفيديو. Thank you.
كتشوفوا بغيت صراحه قلبت عليهم باش ناخذهم نشريهم ما لقيتهمش. هادو اللي كيكونوا بهذا الشكل هكا يعني كتحطي عليهم الكيك كتحطي عليهم دوك اللي هكا كديرهم بالشكل وكيتغرسوا يعني كيجيو قطيبات هكا. المهم صراحه ما لقيتهمش وكان عندي داك هذاك حنا كنقولوا له الفرشي ولا ما عرفتش شو سميتو يعني اوريجينيغال ما عرفتش شو سميتو. صوبته هكا كراسي وكنتمنى يعجبكم. ايه باي البنت حتى بس هادي تعفتو راسك حرقني ودادي كلشي كيز بعيد بزاف صراحة عنقي كيحرقني وظهري عواج وعيت ما نصوب وشي ما صوبتو نقول صافي ساليت كلشي تقعدد ومي كنشوف الطبلة كنلقى خاوي كنقول شي ما صوبت. المهم البنات عنديكم نوريكم شنو صوبت وانتوما معايا. هادو مازال مكملتهمش بعمار يعني مازال عاد نزيد نكملهم بالتعمار خصني عاد ندير فيهم بزاف ديال الحلويات. هذه مازال خصني عاد نزوقها بان هذه الكيكه ديال الشوكولاط بغيت ندير لها واحد التزويقه اللي تشوفوها من الاخير. هذا دوزات زايدي هادي هذا تما مازال خصني نزوقهم وندير فيهم داك الشيء ديال الكريم. هذه مازال ما طابش درت لها غير نص طايبه ومن بعد خصني ندبر عليها القرفه والسكر كلاصي عاد مازال خصها تطيب. وهادو ديال الدراري الصغار اللي غيمشيو لازيلو غدا ان شاء الله. وهادو الكويسات ديالنا والقريعه ديال الماء وهادشي كله البنات دوز فيه نهار ونسيتكم. وهادو اللي غلفت البنات هادو هما اللي غلفت عندي فيهم دوك لي بومبور هما عندي في الثلاجه والله ما عرفتش شنو سميت دوك اللي كيتصغرسو. المهم هانتوما اللي كتشوفوا البنات هذا هو البوفي ديالي مازال ما كملش مازال ما كملش غنوريكم والو. يلا خليكم الى اللقاء البنات كنسالي معكم لا فيديو الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.